منذ بدء سريان الهدنة يواصل معبر رفح لليوم الثاني على التوالي استقبال الشاحنات الإغاثية وإدخالها للأشقاء في فلسطين، ويأتي ذلك مع استمرار توافد عدد أكبر من الشاحنات، إما عن طريق شاحنات التحالف الوطني والمنظمات المدنية أو عن طريق مطار العريش. وعن استمرار تدفق الشاحنات عبر معبر رفح البري لإغاثة الشعب الفلسطيني، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من أمام معبر رفح ليطلعنا على آخر المستجدات. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المستمعين، ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث أمام بوابة معبر رفح المصرية واستمرار دخول المساعدات عبر هذه البوابة في سريان اليوم الثاني للهدنة. نتحدث عن دخول عدد كبير من الشاحنات، نتحدث عن 200 شاحنة في اليوم يدخلون بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية، وهذا المتفق عليه في الهدنة. نتحدث عن يعني أهم الشاحنات بالطبع هي هذه الشاحنات المحملة بالمياه، هذه الشاحنات بالطبع تدخل لي تفرغ شحناتها إلى الناحية الأخرى في قطاع غزة، يتسلمها الأونروا ويتم توزيعها على السكان. ولكن بالطبع قبل ذلك تتحرك هذه الشاحنات إلى معبر العوجة عبر هذه البوابة على يساري، هذه البوابة تتحرك من خلالها الشاحنات إلى مسافة 45 كيلو أو أكثر ذهابا و45 كيلو إيابا، تتحرك هذه الشاحنات أكثر من 90 كيلو مترا بالفعل يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال. نتحدث أيضا عن أكثر من 11 أو 12 ساعة يتم تفتيش هذه الشاحنات، هي الشاحنات الآن تدخل عبر هذه البوابة، هذه شاحنة تخرج بالفعل، أو هذه بعض الشاحنات التي تخرج بالفعل بعد أن أفرغت حمولاتها، لذلك يعني المعبر يعمل طوال الوقت بدخول الشاحنات للتفريغ وعودة مرة أخرى لتحمل باقي المساعدات المختلفة طبية كانت أو غذائية، هذا بالإضافة لدخول أهم الشاحنات وهي الوقود والغاز، السولار والغاز دخل في اليوم الأول 7 شاحنات، واليوم الثاني أيضا 7 شاحنات دخلوا بالفعل، 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار ليتم تفريغهم في الناحية الأخرى، بالإضافة طبعا لاستمرار توافد عدد كبير جدا من الشاحنات الخاصة بصندوق تحيا مصر، التحالف الوطني، ما يقرب من 600 شاحنة قاربوا على الوصول بالفعل إلى بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة إلى مئات ومئات ومئات الشاحنات الذين اصطفوا من أمام بوابة معبر رفح المصرية وصولا لمدينة الشيخ زويد ووصولا لمدينة العريش، وأيضا استمرار مطار العريش الدولي في استقبال الطائرات واستقبال هذه المساعدات. هذا بالطبع لا يمنع خروج أيضا عدد كبير من المصابين والأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية، وأيضا عودة عدد كبير من العالقين من الأشقاء الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في العريش ورفح والشيخ زويد، عادوا إلى أراضيهم برغم هذا القصف المتوحش من قوات الاحتلال، إلا أن الفلسطينيين قرروا أن يعودوا إلى أرضهم بعد أن علقوا هنا وقرروا أن يعيشوا هناك أو يستشهدوا هناك. هذه هي العقيدة الفلسطينية وهذه هي العقيدة المصرية بالوقوف دائما بجانب القضية الفلسطينية وعدم التفريط في الرمال المصرية وعدم التفريط في القضية الفلسطينية. كان معكم هنا كريم بيبرز من أمام بوابة معبر رفح المصرية، التلفزيون المصري.